عليكم. وعليكم السلام. بعد اذنك يا دكتور، عايز العلاج ده. شورا ايه؟ ايوه خدي. يا تو مزت واسو برا شكر. ايه جوه زيستروماكس انتي بايوتيك. صوت شويه. زيستروماكس انتي بايوتيك. ايه بروفين. انت كطفل انت الولد عنده كم سنه؟ 6 سنين. ست سنين ويسخن الولد. يسخن من ايه الولد؟ لوحديه. انتوا تليكم مهملين مع امه يعني؟ مع امه ولا هو ايه؟ في البيت. طب وايه مهملين انتوا في اطفالكم ليه كده؟ مهملين يا دكتور بعد اذنك، عايز العلاج. ايوه عايز علاج. انا بتكلم على ابن الولد يسخن يعمل ميه ليه؟ ماشي حضرتك صيدلي. حافظوا على اولادكم، حافظوا على العيال يا استاذي. حضرتك دي طفل صغير لازم تحافظ عليه. ماشي مش عايز نصيحه من حضرتك. مش عايز نصيحه من حضرتك. ممكن تديني العلاج؟ ايوه هنجيب لك العلاج، بس عيب انت لازم تحافظ على الوف. طفل صغير شغل له كوكو واوا، تشغل له مزيكا، تشغل له يشوف افلام بوجي وطمطم، حاجات كده. لا لا الطفل ده يعيش من غير سخونيه يا اخي. بتشغل له الكرتون يا دكتور. بتشغل له كرتون. كويس. شغل له كرتون. حضنه بتشغله توم وجيري. توم وجيري ينفعش. لا لا ما هو دوت اللي جايب. بعد اذنك ممكن العلاج. حاضر يلا. يوم سارة شكون مرة مرة ثانية مرة جرب مرة جرب كمية مرة مرة ما جاء يوم ما جاء ما جاء. نو ممكن نو ما تفتين وما ما ده هاي برا وده نو شو برد شو برد وعشو بدي نزمي سكنة ما تاتا أنا خايف وجه شو من يوم يلا ما تكملي ده ولا عشو وعيا. زي يا دكتور دول ناس ما بيعرفوش حاجة في الدنيا. أطفال دول لازم نحافظ عليهم. ما بيحافظوش على ياله ولا بيحافظوا على نيلة. دول يقعدوا عيل يلعب في الشارع في الطينة في الحارة وفي الآخر يجي يقول لك أنا مش عارف إيه. شد حيلك ألف سلام عليك. الحالة يا دكتور. مش عارف يا دكتور، مش عارف ايه اللي حصل. كنا قاعدين كده فجأة وفجأة. ايوه كلت ايه؟ كلت لحمة تقريبا ولا مش عارف كلت ايه بالظبط. انت جاتي قولي كلت لحمة الحقوني. تعالي. قولي قولي جامد. جامد. بس عايز كنت اشرفك انت. قولي يا بطني. حاسة بايه؟ بطني بتوجعني. في مغص؟ في مغص مش في دماغي. امال فين؟ في بطني. بطنك مغص؟ ايوه. هاتي ايدك. هاتي ايدك. لا لا دي متعبان خالص. دي عايز حقنه ضروري دلوقتي. بدي حقنه بس انت تاخد حقنه. انت مش انا عايز اوديها المستشفى افضل من حضرتك تاخد حقنه. يا بطني مش هتلحق تروح مستشفى. دي دي تاخد حقنه. يلا تعالي خش جوه حقنه. حقنه دي يا دكتور. حقنه. انت مالك انت؟ حقنه ايه؟ خش سيبه انت. انت مالك انت؟ ترمي له حاجه وتبوظه تروحوا تاكلوا اي زفت اكل. يلا يا دكتور حافظوا اعملوا اكل بيت يا اخي. خش يا حبيبتي خشي. يلا انت خدت حقن قبل كده؟ لا اول مره. اول مره دي تاخد حقن؟ ايوه. انا مين اللي هيجيب لي العلاج؟ بالرقم. ما تخافيش. هو ده جوزك دي؟ ايوه جوزك دي. شكله وحش. شكله كده وحش جوزك دي. مش بشكله دلوقتي هقول. وبيصرف عليكي دي؟ طويل كده اونطه. خدي الحقنه يلا اهو. يا دكتور. انت مالك يا ابني؟ علي انت مش عارف. خدي هو فيه يا دكتور. شوف فيها انا مالي. شكلها ماتت. تعال شوف فيها يا دكتور. انت في ايه؟ بس بالراحه. انت عبيط ولا ايه؟ بالراحه خالص. انت جننت؟ ايه؟ استنى مش بالراحه. شوف ايه لو حور؟ لو موتك النهارده. هشوف انا. هشوف انت جايبها فين؟ استنى بس. دي ماتت. هي ابوك؟ وما انت اديتها حاجه دي جوه. ماتت. لا انت بتسابك. انت جايبها ميتة. كبزت!
مغرور عمرك مغرور 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 عمرو دياب مغرور. اهلا كثير يا دكتور. اهلا وسهلا. ازيك ازيك؟ عايز علاج السكر ده من فضلك. علاج سكر يا ساتر. مين اللي عنده سكر؟ انا. انت عندك سكر؟ كل ده جسم ده وعندك سكر صغير ولا؟ تعب نفسي شويه وضايقت كده. دي جالك امتى سكر دي؟ بقاله 6 شهور حللت تراكمي. حللت التراموكي. تراكمي ولا تراكمي؟ تراكمي. تراكمي هو هو عندكم اسمه تراكمي. احنا عندنا احنا عندنا تراموكي. تراموكي مع التراموكي تبتع تراموكي. يا ابني الناس دي كلها ما انت ولا انت رحت فين كشفت ازاي وعملت ايه وعملت تحاليل؟ دكاتره كتير قوي. دكاتره كتير ولا مش ممكن انك دي انت سكر عندك انت دي معقول دي سكر انت يعني ده. كل دول ما بيفهموش وحضرتك اللي فاهم يعني؟ اي يا اخي انا افهم كويس. انا اعرف انت ايه طب حضرتك انا عايز العلاج. وريني ايدك كده شويه. يا ابني ازاي يكون عندك سكر ده؟ هو السكر بيتعرف كده؟ انا يا ابني دارس بره خدت في افريقيا وعملت دراسات عن السكر كتير. دراسات عن السكر كتير؟ مش يعني مش باين. انت عارف السكر ممكن تعمل كده؟ لو الجلد ما طلعش يبقى عندك سكر كتير. صدقني والله. ازاي يعني؟ انا هنا انا ممكن اكشف عليك كشف. انت بتعمل ايه في البيت؟ بعمل ايه؟ بتجري بتروح بتعمل. مراتك زعلان مع انت زعلان مع مراتك؟ زعلان مع مراتي؟ زعلان مع مراتي ولا زعلان مع مراتي؟ هو مال ده بالسكر حضرتك؟ ما هو ده يا ابني السكر بيجي من كده زعلان. هو السكر زعلان انا وزعلان مع مراتي السكر يجي لي وانت تفتح التلفزيون حاجه وحشه تتعزل. ايه اللي انت بتقوله ده يا دكتور؟ انا مش فاهم حاجه. ايه ما حدش قال لك ان السكر. دكتور من فضلك اديني العلاج ده وخلاص. ايه ده؟ يا ابني انا هعمل لك اللي انت مش هتعرفه في حياتك. انا ممكن ادلع لك السكر ده في 15 يوم يبقى ملح. ازاي يا دكتور؟ السكر يبقى ملح. ازاي يعني؟ ازاي؟ السكر يبقى ملح؟ ملح. ازاي يعني؟ ازاي السكر يبقى ملح؟ انت دلوقتي تخسر ايه لما انا اعمل لك كشف سكر؟ مش هخسر حاجه. مش هتخسر حاجه. ماشي. انا اعمل لك كشف سكر وانا هنا يا ابني بعالج ناس كتير في البلد دي وكلها دي على انا غلبان. انا بعمل شغل عشان الغلابه. انا عايز الغلابه. انا عايز اطلع. لا يا اخي انتوا لا بتاكلوا كويس ولا بتناموا كويس ولا بتشربوا كويس. يا دكتور انت دخلتني في موال تاني خالص. انا بقول لحضرتك انا عايز العلاج ده وانا بعاني من السكر وحضرتك بتقول لي انا دكتور كويس في السكر. ما مش فاهم انت. وانا بقول لك عشان اوريكم ايه اللي انت دخلتني في قصه الحياه. ايه السبب بيت ايه ده؟ ايه في ايه؟ فيها ايه يعني؟ ما بقول لك بيجي منين الحاجات دي. مش لازم انت تعرف المرض ده بيجي من ايه عشان انت تعالجه. بس يعني حضرتك بس اضحك يا اخي. هزر اتفرج على افلام كوميدي بلاش افلام حزن. انا مش جاي اهزر يا دكتور. انا جاي افلام. اهلا فرمينيو. فرمينيو انا فرمينيو. يا دكتور عامل ايه؟ بتسميني فلامانكو؟ ازيك يا كشك؟ عامل ايه يا كشك؟ ازيك يا مدام؟ عامل ايه؟ عامل ايه كويسه مدام والله؟ ايه ايه بقى دلوقتي؟ ايه دلوقتي عندك ايه دلوقتي؟ ربنا يخليكي. ربنا والله العظيم ايدك يا دكتور. ماشي على العلاج كويس؟ لا دي كانت عيانه دي 15 يوم كان ده سكر برضو. كانت الحمد لله وراحت الحمد لله. الحمد لله ربنا يخليك لنا يا دكتور. احلى دكتور في مصر والله. ودلوقتي بتضحكوا بقى وتهزروا السعاده الزوجيه. الحمد لله تمام. لازم الناس كده تضحك يعني. اتفرج افلام كوميديه نام مبسوط. اتفرج على الحاجات الحلوه. العيب الحاجات الوحشه دي كلها بتوديكوا في داهيه. اتفرج على افلام كاكشن دم موت. ايه في ايه؟ احنا عايزين نعيش حياه كويسه حياه جميله. انا سعيد بيكم والله العظيم. ان انتوا الدنيا حتى وشكم اتغير. كان جاي قبل كده وشكم وحش بصراحه يعني. والله كان شكله وحش. يا دكتور بتجيني العلاج؟ حاضر انا هجيب لك. انا هكشف عليك دلوقتي. بص يا حبيبي مفيش دقيقتين واحد دقيقتين هنعمل حاجه كويسه. تعبني يقعدوا ياكلوا كشري ياكلوا مش عارف ايه ويجوا يطلعوا عين ابونا احنا. خد يا حبيبي خش اعمل فين؟ بول هنا. هات لي بول هنا؟ بول في ايه؟ تخسر حاجه يا اخي؟ لا مش يعني انت تخسر حاجه دلوقتي؟ لا خالص. وانت لما رحت الدكتور هناك ما قالكش نخش هات بول؟ خلاص انت بتزعلي ليه؟ ايوه يعني انت شايفك زعلان قوي. هجيب لك تحليل بول. خلاص خلاص وهعرف لك انا. خلاص هعالجك في 15 يوم وكده. يلا مع السلامه. بس خلي بالكوا عشان ممكن الواد ده يضربني. ايه ده يا اخي؟ ساتر يا رب. انت شارب ايه؟ واكل ايه؟ يا دكتور في ستها
تخف على ايد انا صدقني. ما تبصش بص يا غنينا تخف على ايد انا. ايد انا هتخف عليها. يلا بولو بولو ايه ده؟ انت شارب ميه نار يا ولا؟ فين؟ خلاص كده انت خفيت خلاص. فين؟ انت خفيت خلاص. خفيت هات 1500 جنيه. اجيب ايه؟ 1500 جنيه. 1500 جنيه طيب. الكشف كشف؟ انت اتعالجت خلاص. انت بتهزر. انا قلت انت نصاب من الاول. ايه؟ انت شكلك هو ده منظر الدكتور؟ الحين انا قلت انت نصاب. يا يا حد يخش عليا حد يخش. يا رب يشفيها يا رب. يا رب يشفيها يا رب. اه يا دكتور. ربنا يشفيها. انت اول مره تاخدي عونة؟ ايوه. جوزك دي؟ ايوه جوزي. ده شكله وحش قوي. انا ما اعرفش ايه اللي حصل. دي كانت بتتجوزني ازاي ده؟ اه سيبك منه يا دكتور بطني بتوجعني. طب يلا. ربنا يخليك. بالراحه بالراحه. ايه في ايه؟ ربنا يخليك. اعوذ بالله. ربنا يخليك. بس خلاص خلاص. الحمد لله. ما معكش سجاره؟ اه شكلك دكتور. اعملها يا دكتور فيها اعملها اعملها فيها يا دكتور. قومي قومي فيها. الحق يا دكتور الحق الحق فيها بس فيها. الحق يا دكتور الحق الحق ملها فيها. استنى انت مالكش دعوه انت خليك بيك كده. يا عم دكتور شوف فيها بس شوف فيها ايه. انت مال امك؟ مالها؟ ماتت 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 يا دكتور الحق الحق. استنى استنى ولا اشرب بفاتك. حياه امك؟ حياه ايه يا عم؟ ده قتلها. الحق دي ماتت. بقول لك ايه بقول لك ايه. الحق دي ماتت.